الأمم، أبطالنا نفخر بهم، كم حققوا نصر وكم بدينهم أبطالنا هم سجلوا أعلى رقم. أبطالنا نفخر بهم، كم حققوا نصر وكم بدينهم أبطالنا هم سجلوا أعلى رقم. أبطالنا بفعالكم سمعت واللي به صمم، وبفعالكم وقفت العالم على ساق وقدم، يشهد لكم تاريخكم، تشهد لكم كل الأمم. منو يشوف إصراركم بكل احترام يوقف لكم، منو سمع عن فعلكم يهتف تعيش دينكم، يهتف تعيش دينكم، يهتف تعيش دينكم. وعند النهاية يا بطل أصعد قمم، أصعد قمم، أصعد قمم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم معنا ومع هذه الحلقة من هذا البرنامج، برنامج النور والأمل. أيها الأخوة، نظم مركز واردة الأمير فيصل بن فهد للتوحد لقاء دوريا للأباء والمهتمين بالتوحد، حيث ألقى الدكتور أسامة بن عبد الرحمن السويلم محاضرة اشتملت على العديد من التعريف بهذا المرض، وأيضا بعض النصائح لأولياء الأمور فيما يتعلق بالتعامل مع أبنائهم. إليكم جانبا من هذه المحاضرة، وأيضا البرنامج أجرى العديد من اللقاءات مع هؤلاء الآباء خلال تواجدهم في هذه المحاضرة. أخذ دراسة تحليلية للون، اللون الأخضر هو بحاجة ماسة جدا جسم الإنسان حتى لو كان مش توحدي، للتركيز ولا لارتفاع نسبة الذكاء عنده. وذلك أنت انظر إذا خرجت في رحلة إلى بساط أخضر وإلى واحة خضراء، تحدق العين وأنت تنظر إلى جمالية الخضار. وذلك لا يعني ربما أنك أنت تفكر أنه فقط هو عبارة عن منظر جميل أنت تنظر إليه، لا، هو تغذية راجعة إلى الدماغ وإلى الخلايا الدماغية اللي بتؤدي بالتالي إلى زيادة في نسبة الذكاء. وذلك عبد الرحمن لما ركز لف 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 على الأخضر، فهو أعطاك مؤشر أنت كأب بأنه هو الآن حرك دماغه وأعطاك مؤشر بأن اللون الأخضر هو اللي اختار. شكرا. أنا دخلت على مواقع في الإنترنت التي تشرح الألوان، يوم شفتهم يتكلمون في الديزاين عشان التجديد الحقيقة مش عشان عبد الرحمن، لقيتهم يتكلمون في الألوان، في كل لون فردين له ثلاث أربع صفحات، وإيش اللون والألوان الحارة والألوان الباردة وإيش تأثيراتها. فمصدق لكلامك، الكلام يطول في في في, في الألوان. نعم، لعل هذا ما في قضية ثانية، ورق الجدران. إذا كان الطفل يرتاح لشخصية معينة، أذكر في أمريكا كان عبد الرحمن يحب شخصية حاجة اسمها بلوز كلوز، واحد اسمه ستيف، ويحب يعشقونه الأطفال عشق. هذا كنا إذا جبناه، كان التلفزيون إذا فتح من كثر ما يتفاعل معه كان يطفي التلفزيون، يتنرفز يطفي، يعني وصل إلى مرحلة ما يستطيع يشوف أكثر من كذا، ومع أنه هو يعشق هذا المودل. يمكن هذا ما أجيبه لأنه يثير عبد الرحمن، لكن إذا كان يرتاح لشخصية معينة، على الإنترنت مواقع كثيرة تبيع أوراق الجدران بأشكال والله ما تخطر على البال، فوق الآلاف من أوراق الجدران. فإذا كانت هذه مناسبة ما يحتاج الوقت الواحد يجدد، لكن أوراق الجدران أي واحد يقدر يحطها. تفريش الأسنان أحد المهام الصعبة على الوالدين وعلى الطفل، جزء منها كبير اللي ذكرته أنه يكون عندهم حساسية للجلد، جلدهم جدا حساس للفرشة، لللمس، فحص الطبيب. ففرشة الأسنان يعني المثيرات اللي تدخلها على الحسية تدخلها على الجلد عالية جدا، فلذلك كأنها تكهرب إذا لمستها. فينصح في البداية باستخدام فوطة حتى لو أصبع، وتحط فيه معجون الأسنان، ثم شوي شوي استخدم الألبوم، وهذا قد نتطرق له بعد شوي، فيه صور، صورة الفرشاة، فرشة المعجون، فرشة واحد يفرش، واستخدام المعزز الإيجابي. هذا مثال على الدخول بين تهيئة المنزل وتهيئة الطفل. الكل يعرف المعزز الإيجابي، حبة شيبس، كلمة حلوة، ضمة. نعم، المطبخ
الحقيقة حتى يعني يعتمدون على نفسهم، الأفضل أن يكون وصوله لمية الشرب بسيطة، يكون له كاسة خاص فيه اللي ما ينكسر بسهولة، صحنه اللي ما ينكسر بسهولة، وما ينكسر الحقيقة أفضل، ما يحتاج إلى، يوم انتقلنا للشقة ما كان عندنا هذا البراد، فكنا نجيب جراكن، فمسكين كان يتعب في الجراكن، احنا ما انتبهنا له، أثاري يطق على الشغالة ويصحيه عشان تجي تصب له مويه. بعض الشغلات البسيطة يعني تعني كثير للأطفال. يكون الخبز عادة والجبنة قريبة بحيث يسوي له سندويشة متى ما جاع بدل ما كل مرة ينادي، يعني جزء منها تعليمه على الاعتماد على النفس واستخدامها ك ك ك يعني الحياة المستقبلية. نعم، الترفيه أحد، أنا أشوف أحد المشاكل اللي نمر فيها، يعني إيش الألعاب اللي يحتاجها الطفل، إيش ال، كل ما رحت أنا ما عندي مانع أدفع أغلى الألعاب، بس شوف لي اللعبة اللي ينبسط عليها، فأجد صعوبة في اختيار اللعبة. ولعلنا في البداية أتكلم إن التربية باللعب أسلوب جيد لتعلم كثير من المهارات الاجتماعية، يعني مثلا البنت إذا أخذت يسمونها العروسة تتعلم معاني الحنان والحب يعني كثير من المهارات الاجتماعية، كذلك تعلم يعني بعض العواطف، يعني الطفلة العروسة صاحت بكت، حتى يعني بعضها يبكي بعضها يضحك يتكلم، كذلك من أهمية الألعاب المشاركة خاصة إذا كانت كرة مثلا واحد يرمي على الثاني تتنمي مواهب المشاركة، يعني كما يعني يقولون اللعب يجعل من التعليم متعة. وجو زارونا فقالوا وش فيه، فقلت عندي عمران كذا وكذا ما يتكلم بس، فانخضوا مرة قالوا كيف ما يتكلم عمره، فقلت يتكلم، كان قبل لا نجي كان هنا يتكلم كلمات بسيطة، بس يوم جينا هنا انقطعت الكلمات، بدأ لما انه طلع احيانا يفتح الباب تخبر بمانهم هناك يطلع ما يجي، يعني يلقونه الجيران وكذا يجيبونه، الحاصل دول بدوا يهتمون، بدوا باجتماعات معي اسبوعيا بهذلون، بل بداية ضايقت منهم والله، بدأت غير المنزل ما لاني على يقين ان ولدي ما ابو شيء، عندي يقين بانه لاني الحقيقه لا استطيع ان اقول عنده المرض هذا، ولاني سبحان الله ما كنت عندي يعني درايه بهذا الشيء، هو ذكي يعني في ذكاء، لكنه كان ينطق بعض الكلمات اول ما قبل ذا، وبعدين نصك عليه مره الباب، باب في قريه عند الوالد في القصيم، فصك عليها الباب حديد الباب، انا كنت بالجامعه فوالدته قامت وكلموا جيراننا ومدشون جو بدوا يطقون الباب يحاولوا يفتحون مكيف عجز وما ادري كيف، جو من عند الجدار بدوا يكسرونه عليه وهو يبكي يمكن ساعه كامله، بدوا يكسرون الحجر بدا على وجهه، فانا قلت يمكن هذا السبب، كان السبب هو بدايته، حتى كنت هناك وكنت حقيقه اشياء هناك، معليش لو اطلت، كنت ارى في منام هناك ان ابني فيها الجهه اليسرى نقص فيتاميناته وكذا، ولو يعطى ابره ما ادري كيف كذا، ها يعني بعض نسيتها الان، ونقولها للطب اللي هناك ويضحكون عليه هناك يقولون يعني لا هذا شيء عادي ما ابدا ما في شيء ولا، لكني واحيانا انه يقرا عليه، رحت بالناس يقرون عليه، قالوا الولد فيه روعه وما ادري كيف وكذا، وها فقلت لهم صح كان حدث له كذا وطاح، وها فهو اذا طلع ما يجي، الكلام عنده حركه غريبه يسويها وكذا. السؤال حقيقه يعني قبل إلى أمس قريب عندنا البيبان قفل على نفسه الباب مرة ثانية، ولا والله فتحناه إلا بالدفع المدني، جو وفتحوه جزاهم الله خير، عقب نص ساعة عقب مرتبة شنو عقب، وكنت بروح بعيد أنا وسبحان الله جلست ولا عندهم بشقة وكذا، فالحاصل أنه رفعنا المفاتيح ورحت بو للألماني أمس، ورحت بو أمس الواحد قاله الصمعاني شافه وقال لي طريقة، قلت له يا أخي الشيخ هنا يعني مو بيقرأ يعالج طب شعبي، وحنا نعرف الطب الشعبي المفروض أننا يعني نؤيد له دور الطب الشعبي، فحقيقة كلمته فقال لي هذا بسيطة، اللي قال لي كان عنده نقص موت في الخلايا المخ هذا دكتور شاطر،
لأن مرت على دكتور في عنيزف قال لي إن عندك ولدك يوم شافه وكشف عليه برد قال ولدك، قلت ترى ما يتكلم، قال نعرف إنه مو طبيعي، ولدك أول مولد نقص أكسجين. فهل هذه الظاهرة موجودة عندنا في السعودية أم أنها في العالم أجمع ظاهرة وجود هذا التوحد أو مرض صعب؟ هذه نقطة. أما التوحد مشكلة لا ما أسلمها أي مجتمع من المجتمعات، موجودة وبكثرة ونسبتها عالية، ولعل الباحثين يعرفون أكثر مني النسبة، من واحد تتراوح من واحد من من اثنين بالألف إلى الظاهر عشرة بالعشرة آلاف، يعني النسبة موجودة وفي كل الدول، عرف من عرف وجهل من جهل، لكنها موجودة. لا يا أخي الكريم، التوحد سببه غير معروف، بعضهم معروف إن 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 سببه سبب كروموزومات زي ما عند عبد الرحمن، شوف الكروموزوم عنده مشكلة، كثير منها غير معروفة. نقص الأكسجين قد يسبب موت في خلايا الدماغ وقد يسببه، لكن إحنا بمرات هذه ترى أنت في بدايات هذه في المحاضرة الماضية تكلمت عن وتكلم عنها الدكتور، تكلم عنها في محاضرة في الأكاديمية. أول ما يتعرض الوالدين يعرفون عن التشخيص تبدأ الأم تحس أول شيء يقولون ما ولدنا ما في شيء. أنا وأعوذ بالله عن كلمة، أنا عني طبيب وأبوي طبيب، لكن كنت أقول لا عبد الرحمن ما في إلا العافية، لأن أحس أن هذا إنتاجي، هذا باكورة ما يمكن أن أجيب الحياة. مرحبا أستاذ عبد الهادي. أهلا، حياك الله يا أخي. أستاذ عبد الهادي، رأيك في مثل هذه اللقاءات؟ في الواقع أنا هذا ثاني لقاء بالنسبة لمركز والدة الأمير فيصل فهد الله يرحمه التوحد، واللقاءات طبعا دائما مثيرة في أي مجال، خاصة إذا كان الموجود آباء أطفال توحدين لهم تجارب وأطباء ودكاترة في الجامعات ومختصين، فأكيد أنها حتكون مفيدة وجيدة. تقترح شيء يعني من خلال هذه اللقاءات ومن خلال على المعاهد والمراكز التي تقوم بتدريس فئات التوحد؟ المشكلة أن المراكز اللي تقوم بتأهيل الأطفال التوحدين قليلة. صحيح، مثلا في الرياض أنا ما أعرف إلا مركز والدة الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه للتوحد والأكاديمية التربية الخاصة، بينما الأطفال التوحدين موجودين بأعداد كثيرة، فأتمنى أن المراكز هذه تزيد، وأتمنى أنها تفعل يعني تطور يعني تطور يعني ما زلت أنا يعني أعتقد أن ما وصلنا المستويات ولا المستويات المتقدمة اللي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غرب أوروبا أو في اليابان. أتمنى أن يكون في المملكة مراكز متقدمة جدا للتوحد. نعم. علي أحمد العقيلي. حياك الله أستاذ علي. حياك الله علي. أستاذ علي، وأنت تحضر هذه المحاضرة، هل استفدت فعلا من هذه المحاضرة في كيفية التعامل مع ابنك؟ والله المحاضرة كانت قيمة بالنسبة لطرق التعامل مع الطفل التوحدي الصغير. أنا الحمد لله ابني تجاوز 16 من عمره وتجاوز المراحل هذه اللي مرت بالمحاضرة بكثير، فأنا كان بودي أني أعرف يعني نتيجة السنين هذه اللي مرت كلها مستقبلا، يعني كيف نرسم له في المستقبل ونخطط له في المستقبل. وقد حضرت عدة محاضرات عن التوحد وكان جميعها عن طفل الناشئ، لحد الآن ما شفت محاضرة عن طفل توحدي تجاوز 16 أو أن يتوجه إلى مهنة معينة وكيف توجهه إلى مهنة معينة، وهذا ما أريد الاستفادة منه. نعم، هذه حقيقة أول محاضرة أحضرها، لكني ما بدأت أو رسخت الفكرة في ذهني أن ابني يعاني من التوحد إلا اليوم ذا. يعني قبل كنت يعني قالوا لي في بريطانيا أن عنده أوتيزم وأن كذا وأن ما فيه اتصال وأن الطفل يحاول يكون منفرد وأنه يحتاج إلى أسلوب رعاية معينة وأنه يحتاج إلى يعني معاملة خاصة وأشياء كثيرة، لكني ما كنت حقيقة متوقع أن في شيء
وهذا قالوا للإخوان وقال للدكتور أسامة السويل قبل قليل، قال إنه ما بالبداية غالبا الآباء يعني يكون عندهم شعور أن أبنائهم ما فيهم شيء سليمين، لأنهم يطمحون، لأنهم لا يريدون أن يضعون أنفسهم في حالة أنهم يعانون من مرض. لكن حقيقة من اليوم هذا بعد ما شفت الإخوان وبعد ما قرأت النشرات اللي أعطتوني إياها، وبعد طبعا اللي أشار علي بحضور حقيقة ما كنت أعلم أنا، لأنه أظنها النشاء أو النشاط في مجال التوحد والمراكز يمكن حديثة، أنا لي تقريبا 2 أو 3 سنين في بريطانيا، لكن اليوم دكتور في جامعة الملك سعود من الأكبر الأساتذة هو اللي قال لي في أمس بالجريدة وقرأت الخبر في أن في محاضرة عن التوحد. لكن نعم اليوم هذا اقتنعت أن ابني يعاني من التوحد، وإن شاء الله ناوي أني أحصل على محاضرة وأخلي حتى أولادي عندي 5 هو أصغرهم يطلعون عليه حتى نكون له بيئة إن شاء الله مناسبة ويتفهمونه ويكون له معاملة خاصة، ما نعامله مثل الآخرين، لأني حقا حاول أن يعامله مثل الآخرين، وأحيانا إذا زل بشيء أو أخطأ بشيء أو قصر بشيء أو تبان منه شيء يعني تجدني أنكم وأكبت الشيء داخلي، لكن من الآن إن شاء الله سيكون له معاملة خاصة، بمعنى استفدت إن شاء الله. أيضا وعنا واحد من الأخوان من أولياء الأمور الذين حضروا هذه المحاضرة في الواقع، نتعرف عليه ونرحب بك في برنامج. أنا مدير التنفيذي أكاديمية الملك عبد الله لرعاية وتأهيل المعاقين من الأردن، فيجي دعوة من سمو الأميرة سميرة بنت فيصل، فحضرت اللقاء، فاللقاء مثمر مفيد، ويعني أشكر سمو الأميرة سميرة أو الأميرة جهرة على هذا اللقاء الخامس، وشكرا. أنت ذكرت لي طبعا من الأردن. نعم. وجاي تحضر المحاضرة. نعم. طيب عندك ابن من أبنائك مثلا في حالة يعني؟ لا لا، مجرد حضور. أنا متخصص لشؤون الإعاقة بس فقط. لشؤون الإعاقة. نعم. طيب الأردن بالنسبة لكم المراكز، نعم، هل هناك مثلا مراكز تعنى بفئات التوحد؟ نعم، في كذا مراكز، وفي بحدود 95 حالة من السعودية متوحد في عمان. نعم. كيف وجدت المراكز اللي موجودة هنا في المملكة تعنى بفئات التوحد؟ هل لا زالت في البداية؟ هل لها يعني لمست منها مستوى جيد؟ نعم، لمست فيها أنه في تقدم إن شاء الله. حاضر بصفتي أخصائي اجتماعي في المستشفى، أنا قابل كثير من أولياء الأمور اللي عندهم أطفال توحديين، وطبعا بيسألوننا أسئلة كثيرة عن الاضطراب هذا أو الإعاقة، وأحاول أن أجمع أكثر قدر من المعلومات عشان نفيدهم إن شاء الله. وهل استفدت شيء؟ استفدت الأشياء كثير طبعا. يمكن أول استفادة أن احنا دائما الآباء يبحثون عن العلاج الطبي ويهملون اللي هو التأهيل بشكل نفسي أو الاجتماعي. في المحاضرة هذه تكلم الدكتور كثير عن اللي هو التأهيل المنزلي إن صح التعبير. كذلك عرض المحاضرة بشكل مبسط جدا بعيد عن المصطلحات الأكاديمية، وهذا نفتقده كثيرا في عملنا. يعني كثير من الآباء بيدخلون عند الدكاترة بيعطونهم مصطلحات كثيرة جدا أكاديمية بيشوشون تفكيرهم كثير، فيحتاجون إلى من يجلس معهم مرة أخرى ومحاولة تبسيط هذه المفاهيم بوعيهم، خصوصا أن كثيرين لدينا من تعليمهم بسيط، أيضا بعضهم أميين لا يقرون ويكتبون، فيحتاجون إلى توصيل الفكرة بشكل مبسط جدا جدا. وكل ما وصلنا الفكرة بشكل جيد واستوعبوا الآباء الشكل هذا، ابتعدوا عن عمليات الذهاب إلى كثير من الناس الغير متخصصين. وكلمة غير متخصصين لا أعني فيها أنهم مثلا طب الشعبي أو حتى من الدكاترة غير متخصصين، في كثير يجونا من كثيرين أنه الدكتور الفلاني عالج طفل فلان وشفي، وهذا طبعا لما بنتابع المسألة نلاقي أنه في مرض ثاني يختلف، مرض نفسي يختلف عن التوحد. فالتوحد مصطلح جديد يحتاج إلى الوعي الكثير من
في للمجتمع يحتاج أيضا المتخصصين قليلين ونادرين جدا. أيها الأخوة، وعقب هذه المحاضرة القيمة يسرنا أن نلتقي بالمحاضر أسامة عبد الرحمن السويلم، وهو في الواقع محاضر وأيضا ولي أمر لطالب توحد. نرحب بك يا دكتور أسامة. حياك الله، الله يسلمك ويبارك فيك. دكتور أسامة، ودنا نعرف رأيك حول مثل هذه اللقاءات ومردودها الإيجابي على أولياء الأمور الذين يوجد لديهم معاقين من فئة التوحد، إذا صح لي التعبير هذا. الحقيقة اللقاءات هذه جدا مفيدة، ما نسمعه الآن في المحاضرة وما نناقشه مع الآباء لا نجده موجود في أي كتاب، وكثير من الفوائد اللي استفدناها سواء خارج المملكة أو في المملكة أكثرها كان من النقاشات وما استفاده الآباء من تجربتهم الشخصية في مع أبنائهم، مثلا قضية خروجه من البيت، قضية استخدامه لدورات المياه، تفريش الأسنان، كثير من الأمور ما تجدها موجودة في كتب. النقاشات هذه لتثري مع معرفتنا، وأنا الحقيقة حتى أنا مع أني كنت ما زلت محاضر اليوم حريص جدا على النقاش وسماع ما عند الأخوان من تجربة. وإذا تسمح لي في هذه العجالة أن أشكر مركز والدة الأمير فيصل بن فهد للتوحد على هذه البادرة الممتازة الحقيقة واللي الكل محتاجها، أقصد الذي يعانون من هذه المشكلة. وشكر موصول إلى سمو الأميرة سميرة الفيصل التي يعني بذلت الكثير وما زالت، وحقيقة هي أحد الرواد في هذا المجال، فشكرا جزيلا لها. دكتور، من خلال تجربتك المراكز اللي موجودة عندنا في المملكة، هل فعلا مؤهلة القيام بالعلاج والتدريب وما أشبه إلى ذلك؟ احنا ما زلنا في البدايات الحقيقة، و يعني أصبح الوعي أكثر عند المسؤولين، عند الآباء، عند المختصين. كثير من السعوديين الآن يدرسون في التربية الخاصة، في علاج النطق، في علاج الوظيفي. بدأت البذور تأتي ثمارها، ما زال في نقص كثير والاحتياج كبير، لكن أعتقد إذا إحنا ماشيين بالخطوات هذه إن شاء الله بنوصل إلى مستويات ترضي الجميع إن شاء الله. التكثيف مثل هذه اللقاءات أو المحاضرات في رأيك هل ممكن أن تعطي يعني نتائج طيبة؟ والله لو بفلوس، لو هذه المحاضرات بفلوس كان حضرناها. يعني إحنا بحاجة كبيرة وماسة جدا لهذه المحاضرات. قد يحضر الوالد ويعني أحد الحضور ابنه عمره 16 سنة، يعني أتكلم معه قبل شوي أقول أنا آسف إن كانت المحاضرة قد يعني كثير من المعلومات ما تفيدك لأن طفلك كبير وعندك خبرة كثيرة. قال بالعكس، أنا استفدت من النقاش أمور خلال 16 سنة الماضية كلها ما استفدتها، وأنا متأكد من الشيء هذا إنه لأن أنا كذلك على كثر ما أقرأ، لكن الحياة ما هي يعني التعامل مع الأطفال صعب جدا وكل يوم في تحدي وفي صعوبة، فإحنا بالفعل بحاجة إلى مثل النقاش نحن والأمهات كذلك. أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج، برنامج النور والأمل، والتي سجلناها في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمناسبة لقاء ضم أولياء الأمور والمهتمين بفئة التوحد من خلال محاضرة نظمها مركز والدة الأمير فيصل بن فهد للتوحد. يا بطل ارفع علم أجمل علم، اثبت لهم أن المعاق مدى حضارات الأمم، أبطالنا نفخر بهم كم حققوا نصر وكم بدينهم، أبطالنا هم سجلوا أعلى رقم، أبطالنا نفخر بهم كم حققوا نصر وكم بدينهم، أبطالنا هم سجلوا أعلى رقم، أبطالنا بفعالكم سمعت ولي به صمم، وبفعالكم وقفت العالم على ساق وقدم، يشهد لكم تاريخكم، تشهد لكم كل الأمم، منو يشوف إصراركم بكل احترام يوقف لكم، منو سمع